أيها الإخوة الأكارم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من وصاياه دائماً وأبداً، ما مر أيام إلا ويقول النبي محمد: أحسنوا إلى جيرانكم، استوصوا بجيرانكم خيراً، في آن إلى آخر، حتى قال النبي هذا البيان. قال ماذا النبي؟ قال: ما زال جبرين يوصيني. بيوصيك بإيه يا رسول الله؟ قال: ما زال جبرين يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون هذا الأمر يا إخوتي، حتى بسط النبي حسن المعاملة، فقال النبي لأبي ذر: يا أبا ذر. قال: نعم يا رسول الله. شوف الوصية النبوية يا إخواني، أيسر الأمور تقدمها لجارك، أيسر أنواع الإحسان تقدمه لجارك، مش يكون هو مكلوم وموجوع وأنت تعلم ولا تسأل عنه بمجرد السؤال، مش هو يكون محجوز في المستشفى شهر واثنين وثلاثة ولا تعلم، أيها وتعلم علم اليقين أنه في المستشفى، ولم يكن عندك حتى نخوة الرجال أن تسأل أطفاله وزوجته من أين يأكلون أو يشربون، لما تسمع أنه يأتي إليك معتسراً متأسفاً منكسراً ليسألك مبلغ حقير من المال 200 جنيه 300 جنيه، سيقول: والله الظروف صعبة اليومين دول يا أخي. سبحان الله، أي جيرة أيها الإخوة الأكارم. تعال واسمع من رسول الله وهو يتكلم كيف يكون الإحسان ولو كان في أقل الأمور. قال النبي محمد: يا أبا ذر. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا طبخت مرقة، لو عملت شوربة، لو عملت لحمة يا أبا ذر، لو عملت أكل. قال له: نعم. قال: أكثر من مرقها، يعني المرق يعني الشوربة يا أخي، ما توزعش لحمة، وزع مية بس. اسمع ماذا النبي وصل الإحسان، يريد مجتمعا متآلف، يريد أيها الإخوة، إذا سمع واحد منا استغاثة من جاره يجري، مش يقول: وإحنا منا أقعد، إحنا يتفرموا كما تدين تدان. ربما تستغيث زوجتك أو ابنتك فلن يجد من يغيثها، لأن الإحباب إخواني في الله العمل والجزاء إخواني من نفس العمل. نعم أيها الإخوة. قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر من مائها وتعهد جيرانك، اذهب لأبو فلان وأم فلان وفلان ادوهم شربة يا أبا ذر. انظر إلى رسول الله وهو يريد هذا المجتمع. لأجل ذلك أيها الإخوة الأكارم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا المثل الأعلى، فهذا ابن عمر كان إذا ذبح شاتاً أول من يبدأ به الجار يا إخواني. بل وصلنا إلى أمر وصلناه ورأيناه في نفس العمارة، نفس العمارة، عمارة واحدة، في الدور العاشر والخامس ولا الأول ولا أيًا ما كان، فيه ميتم وصوته بكاء، وفي الدور الثالث أو الثاني أو أيًا كان فرح ورقص يا أخواتي الإخواني في الله. مش رأينا تلك الأمور يا إخواني؟ لماذا هذه الأمور ظهرت؟ الإجابة بسيطة: لأن القلوب قد قست. قال النبي محمد: لا تكسروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب، وأبعد الناس عن الله القلب القاسي يا إخواني.